بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم هذا بكل خير. نحييكم مع انطلاقتنا الثانية، انطلاقتنا الثانية لهذا الشوط، ومن خلال بداية أول أيام المهرجان هنا في هذا الميدان، ميدان اللبسة. يا سلام، هذا الشوط الذي خصص أيضا للجعدان الحجايج لمسافة 4 كيلومترات. جائزة هذا الشوط سيارة، وهناك بالإضافة إلى السيارة هناك رمز ثاني. كما شاهدنا الشوط الأول كان سيف ولي عهد إمارة أم القيوين، هنا ينطلق هذا الشوط مع الخنجر، مع شوط الخنجر، شوط الجعدان. نتمنى بإذن الله التوفيق للجميع من خلال هذه الانطلاقات، ونسير إلى ممدوح في المركز الأول، يمدحونه ممدوح الملكي محمد بن سلطان بن شر الخاطري، ولكن ينخطف من قبل شاهين سعيد بن محمد بن قضيب العليلي اللي غير النتيجة وانطلق إلى مقدمة الشوط. الله 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 يا بن قضيب، النقلة التالية على المركز الثاني، هنا ممدوح محمد بن سلطان بن شر الخاطري، النقلة التالية على شعار بو عمر، هنا جلاد عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي، النقلة التالية أيها الإخوة على المركز الرابع أصبح من نصيب رمسيس مطر بن علي بن رشيد الاجتبي، والمركز الخامس أصبح من نصيب منتصر لجار الله بن فهد بن سعد الفهدي المري، والمركز الخامس أصبح من نصيب صراع محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري، والمركز السادس هذه النتيجة لستة المراكز المصرح لنا من خلالها بالإذاعة هنا في هذه الأشواط الجميلة في بداية هذا المهرجان، هذا المهرجان الجميل الذي يجمع أبناء الخليج هنا ميدان الشعب في إمارة أم القيوين. نعود إلى المركز الأول. الله، ممدوح يمدحونه ممدوح، يلعب على أرضية ميدانه أيضا الملكي محمد بن سلطان بن شر الخاطري، ولكن جلاد عنده كلام آخر يا بن شر. جلاد يبغي أيضا، له دور بالمنافسة، له إنجازات عديدة قبل ذلك، أيضا كفته مليئة بالترشيحات. هذا هو جلاد عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي، أيضا عينه على الخنجر. النقلة التالية على المركز الثالث، هنا شاهين سعيد بن محمد بن قضيب العليلي، والمركز الرابع رمسيس مطر بن علي بن رشيد الاجتبي، والمركز الخامس هنا مشاغب سيف بن حمود بن سالم الدرعي، والمركز السادس من الجانب الآخر هناك منتصر جار الله بن فهد
بن سعد الفيدي المري. هذه النتيجة وهذا ثاني ندى لنا، ثاني ندى لنا منذ انطلاقة هذا الشوط، الشوط الثاني للجعدان، يعتبر الشوط الأول الرئيسي للجعدان شوط الخنجر. شوط الخنجر شهدنا الشوط الأول ذهب إلى العين مع سيف ولي عهد أم القيوين حفظه الله ورعاه عند خلفان بن هلال النعيمي، ولكن هنا المركز الأول ممدوح. ممدوح يا ممدوح، يا سلام يا ممدوح، هذا هو ممدوح مع شعار بالشر، شعار بالشر، شعار الأسامي الشرية هنا متواجد. أول مرة يسمي شيء جميل ممدوح، ممدوح، ممدوح. محمد بن سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري، ما يوضع إلا على ظهر سبك. دائما الإنجازات تأتي والنواميس من كل حدب وصوب، ولكن جلاد، جلاد يا جلاد، جلاد في المركز الثاني، جلاد في المركز الثاني. الله شاعرنا ابو عمر عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي ايضا له انجازات عديدة. جلاد ننتقل الى المركز الثالث. المركز الثالث اصبح من نصيب الفارس عمير بالحزمي بن قناص العامري. والمركز الرابع أصبح من نصيب مشاغب سيف بن حمود بن سالم الدرعي، ولكن نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، نعود إلى ممدوح، ممدوح إلى الخنجر، انطلق إلى الخنجر، الخنجر يبغيها ممدوح والسيارة. يا سلام، الله 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 الله، هذا هو ممدوح. وأعلام دولة الإمارات ترحب بممدوح هنا وخط النهاية، يرحب بممدوح وبمالك ممدوح وبشعار ممدوح. سلام يا راس الخيمة، سلام يا الخريجة، وين ما يسكن السيد محمد بن سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري على هذا الفوز وهذا الإنجاز. والرمز، رمز الجعدان ذهب إلى بالشر، تهانينا ولممدوح، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل جلاد عبد الله لعبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي. المركز الثالث وصل الفارس عمير بالحزمي بقناص العامري. المركز الرابع مشاغب سيف بن حمود بن سالم الدرعي. المركز الخامس شاهين لسالم بن علي بالعوى الشامسي وبن عوي الشامسي، لسالم بن علي بن عوي الشامسي. والمركز الخامس هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة. ونعود بالتهنية لمالك ممدوح. الله شهدنا وياكم وشفنا ممدوح، ممدوح اللي يمدحوه الجميع، الجماعة يمدحونه وراعيه ممدوح من أول. هذا هو ممدوح أمامكم محمد بن سلطان بن عبد الله بن شال الخاطري، حيث أنه قطع المسافة في 6 دقائق وثانية وحدة وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا، والخنجر كانت لممدوح في شوط الجعدان. المركز الثاني كان لجلاد عبد الله بن مطر بن حاذة الاجتبي، حيث أنه قطع المسافة أيضا ما قصر وقدم عرض ممتاز يشكر عليه. جلاد أيضا أمامكم على شاشة التلفزيون تشاهدونه في هذه اللحظات، 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا، تهانينا والناموس أيضا. واللي خذ المركز الثالث الفارس عمير بالحزمي بن قناص العامري، حيث أنه قطع المسافة في 6 دقائق. 6 دقائق هو التوقيت أيضا للفارس، و10 ثواني و4 أجزاء من الثانية. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء. نعود بالتهنية أيضا لمالك ممدوح محمد بن سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري على هذا الفوز وانتزاع الخنجر. تهانينا والناموس.